السلام عليكم زبائن صفحة فقاسات فيم الإيطالية في العراق، وتحية طيبة لكم جميعا. هذه منتجات شركة فيم الإيطالية الحديثة اللي وصلت لنا حديثا موديل 2021. هذه فقاسة فيم حجم 105 بيضة اللي تتميز به بهذا الكنترول الحديث الميني LED، وهذه فقاسة فيم 70 بيضة أيضا مع ميني LED، هذا الكنترول الحديث 2021. وهاي الفقاسة طبعا من الساندويتش بانل، رزات بها للباب قفال اثنين، بها بروتكشن للباب معدني حتى الباب لا يهطل مستقبلا. السلة تبدلها صارت بلاستيك عالي الجودة، سهلة التنظيف. الهيتر البي تي سي صار موجود ضمنيا من ضمن الفقاسة وياها بنفس السعر. طبعا الفقاسة 105 بيضة بها 3 رفوف كل واحد 35 بيضة، اذا ردت تسويها 140 اكو مكان لرف رابع موجود. كل اللي عليك انه تشتري رف واحد فقط وتخليه بالفقاسة، وهاي السكة مالته موجودة تقبل الاضافة، تتحول الفقاسة تماما من 105 بيضة الى 140 بيضة بشراء رف واحد فقط. هاي ميزة جميلة جدا تغنيك عن شراء فقاسة جديدة اذا ردت تزيد من استيعابية البيضة. طبعا هاي الفقاسة ايضا 70 قفال 2، والهيتر بي تي سي، والمتحكم ميني LED هذا الجديد. هذه فقاسة 70 بيضة ايضا بها بروتكشن للباب حتى مستقبلا الباب نحافظ عليه وما يخطر. طبعا هذه الفقاسات عالية الجودة، رفوفها ستانلس ستيل من الساندويتش بانل، ومروحتها عملاقة، حتى المصباح اللي بيها هو من نوع LED. هاي الفقاسات ان شاء الله مع المميزة فيم كوزمو موجودة في مكاتبنا، مكاتب عالم الفقاسات في العراق في بغداد وفي أربيل. تحياتنا للجميع.